مساء الخير سمر لك وللمشاهدين. يعني بحسب مصادر مطلعة على رأي الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، تقول للجديد بأنه طالما الرئيس ميقاتي لم يعد بعد إلى لبنان من زيارته الخارجية، فهذا يعني بأن قصر بعبدة لم يتواصل معه بعد ولم يحدد له موعد للزيارة، وهذا يعني بأنه الرئيس ميقاتي ينتظر اتصالا من قصر بعبدة. في المقابل مصادر من قصر بعبدة تقول للجديد بأن قصر بعبدة لن يتصل هو بالرئيس نجيب ميقاتي، وخصوصا بأن بيان الرئاسي كان واضحا بأنه الرئيس ميقاتي هو من اتصل بفخامة الرئيس وقال له بأنه فور عودته من رحلته الخارجية ومن إجازته من سردينيا كما قالت مصادر بعبدة، فهو من سيتصل بالرئيس عون ويقوم بزيارته إلى بعبدة. إذا حتى هذه اللحظة واضح بأنه بعده مش ماشي الحال بين الرئاستين الأولى والثالثة. الرئيس نجيب ميقاتي لن يطلب موعدا من قصر بعبدة، وبالتالي أيضا تقول المصادر بأنه بمجرد ما طلب الرئيس عون بحسب البيان الرئاسي بأن يكون هناك رؤية جديدة يتقدم بها الرئيس نجيب ميقاتي، هذا يعني بأنه يطلب بأن يتوجه إلى قصر بعبدة الرئيس نجيب ميقاتي بشروطهم، وهذا موضوع مرفوض، وخصوصا بأن الرئيس نجيب ميقاتي متمسك برؤيته لهذه الحكومة مع الحفاظ على حق رئيس الجمهورية بكونه شريك أساسي في عملية تأليف الحكومة وأخذ رأيه وملاحظاته حول التشكيلة والتصور الأول الذي وضعه أمام الرئيس عون. وبالتالي ليس هناك يعني من حلحلة في الشأن الحكومي، وخصوصا بأنه من بعد البيانات صحيح هدأت الجبهات ما بين الرئاسة الأولى والثالثة، إنما عمليا ليس هناك من أي تقدم وليس هناك من بوادر إيجابية توحي بأنه سيكون في المدى القريب أي حكومة، وخصوصا في الأيام الأخيرة من العهد. سمر، شكرا لك يا زميلة رواند بودرغم على هذه المعلومات.